يا مرحبا يا راعي الطيب. يا هلا وسهلا بابو النصر. الله يسلمك يعافيك. ترى انت النصر ما هو بولدك لحالك، ترى ولدنا جميعا. وترى انت عبد الله ما هو ولدك لحالك، ولدنا جميعا. الله يطول عمرك. اليوم دخول الإماراتية حابة تشارك عملائها ومتابعينك الفرح، ومقدمة 100,000 ريال. ما شاء الله تبارك الرحمن. وباقة فيها عطرين هدية مع كل طلب لمدة 24 ساعة. يا رح يجيك 1,000 ريال من 100,000 ريال مع الطلب. أيوة. أو رح يجيك عطرين من أجمل وأروع ما صنع الدخون هدية مع طلبك. هذا كله عشان النصر؟ عشان النصر. إحنا اليوم غازي مفرحنا ونفرح كل الحاضرين. يا بعد راسي، والله العظيم إخواني وخواتي اللي تابعونا يستاهلون كل خير، وما رح نترك ولا عميل إلا وبتجي هدية. يا بيجيك عطرين، وترى العطرين قيمتها فوق 800 ريال. السلام والبكج مرتب. من أغلى العطورات عندنا. أوه بلقيس دخون عنبر، هذا اللي الآن هدية فوق طلبك يا رجال. هذا دخون عنبر اللي في زواج غازي غلق. هذا عطر البشوت. يا سلام عليك. فأنت العطرين هذول بيجونك، إذا ما جاك العطرين هذول هدية بيجيك 1,000 ريال، وهذا المبلغ 100,000 ريال. يا سلام سلم. هذه بس نشارك. بيض الله وجهك يا جماعة. طيب أبو عبد الله، بتشاركهم الفرحة، وش المطلوب من الناس اللي تشوفنا الآن؟ ولا شيء، اليوم هذا مع أي طلب، مع أي طلب. تكفى أبو عبد الله، قل لهم ادعوا للنصر. يدعون للنصر. هاليوم مبروك يا جماعة، مطر والنصر وفرحة، يا ربي لا تغير علينا ولا تغير على المسلمين أجمعين. فما في أحد خسران، كلنا مبسوطين وكلنا راح نستانس. الطلب اللي بتطلبه من العرض القادم، يا يجيك 1,000 ريال من 100,000 ريال ذي اللي مقدمينها دخول الإماراتية، يا يجيك هالباقة اللي تاخذ العقل، اللي والله إنها فعلا شيء يستحق الاقتناء ويستحق الإهداء. العرض وش يقول يا أبو عبد الله؟ شف طال عمرك، احنا دخول الإماراتية مؤمنين ومقتنعين إن الأم هي أكثر من يبذل خلال السنة، هي أكثر من يتعب في شهر رمضان المبارك. والله يا أبو عبد الله إني أنا ما عرفت إن الأم فعلا في عنا وفي تعب، لين صار علي الموقف اليومين الماضية لما صاروا الأهل في المستشفى يعانون أثناء الولادة. أنا سمعت منك ذا الكلام يوم اتصلت عليك، وكنت أنت كاتب رسالة لا تنسونا من دعاكم. أيوة. فيما معناه في الحديث أن أحد الناس خذ والدته على ظهره وكان يطوف فيها في الكعبة، فبعدين يوم سئل قال هل يقول ان هذه والدتي، وهل تشوفون اني انا اوفيت حقها؟ فردوا عليه وقالوا له انك ما اوفيتها ولا حتى طلقه واحده اثناء ولادتك. اي والله يا ابو عبد الله. فالموضوع ترى الوالده مهما عطيتها، مهما قدمتها، تراك لن يعني لو خذيتها على ظهرك وطوفتها تراك ما وفيتها حقها ولا طلقة واحدة. الله يخلي لنا أمهاتنا وأمهات المسلمين جميعا، ولا سيما في شهر رمضان. ترى والله العظيم هم أكثر من يتعب في شهر رمضان. ترى حتى لو كان عندكم عاملة في البيت، الإشراف والأولاد وكذا، فشيء ما تقدر توصفه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بره. اللهم آمين. حنا دخول الإماراتية اليوم، وبالمناسبة ترى يوم الأم باقي لها 4 أيام، فاليوم مجهزين شيء للأم. كل العطور اللي بتشوفها اليوم تراها نسائية وتناسب الأمهات، تقدر أنك أنت تهديها والدتك، أو أنت كأم تستخدمينها، أو تهديها أي إنسانة تراها بمثابة والدتك. مين اللي اختار هالباقة يا أبو عبد الله؟ والله أنا. بيض الله وجهك. عاد اختيارك ما بعد اختيار يا أبو عبد الله. وكنت حريص صراحة أني أحط كل عطر باستخدامه يعني، فكانت عطور نسائية، وأنا أؤكد لك إنها راح تعجب والدتك يعني أبصم على 10. عز الله إن أبو عبد الله فعلا اختار عطور نسائية من الدرجة الأولى. دخول روز ما يحتاج، هذا واحد من أهم العطور النسائية وأغلاها في دخول الإماراتية. وأزيدك من الشعر بيت، هذا يعني أنا المفروض ما أعلمك في صنعتك، لكن هذا يا جماعة من أكثر عطور دخول الإماراتية ثباتا وانتشارا، يعني لما فوحان غير طبيعي وثبات غير طبيعي.
أنا أكد أنك صادق، الثبات عالي جدا. إيش مكوناته أبو عبد الله؟ هذا زهور فرنسية، وفيه في أكثر من 6 أنواع من الزهور، وفيه لافندر وبودر، عطر مميز جدا. هذا حبيب قلبي باختصار، سو سويتي، هذا ذكرياتي معاه جميلة، وهذا واحد من العطور اللي عرفني على براند دخون الإماراتي. أقول لك على سر سم، إن كان للنجاح أسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فواحد من أسباب هذا العطر. إي والله، لدرجة من زود الإقبال عليه دخون الإماراتية فكروا يطلعون بشكل آخر فغيروا علبته. عطر مميز جدا، هو ما هو بجديد، ولكن يعتبر من أركان العطور النسائية في دخون. إيش مكوناته أبو عبد الله؟ باختصار هذا عبارة، فيه خط مسك، فيه بودر، فيه زهور فرنسية. عطر أقدر أوصفه لك باختصار، تحس إنك يعني كيف أقول لك، شفت اللي تحس إنك ماخذ شاور ومتعطر؟ إي والله. كمية نظافة مو طبيعية. ويا جماعة ترى هذا ما هو العطر المزعج، وعطر هادي وناعم. هذا أنا أشعر أنه مركب فعلا على خواتنا الغاليات. بالمناسبة سو سويتي ودموع الذهب اللي الآن بنتكلم عنه من أقدم العطور عند دخون الإماراتية، ومن الإقبال الكبير عليها دخون الإماراتية حبوا يطورون العبوة بشكل أجمل. فدموع الذهب ذكريات حلوة، عطر هادي في حنين، عطر فعلا الأجواء الماطرة هالفترة في أغلب مناطق المملكة، هذا عطرها. أبا أقول لك على معلومة وبيك تركز سم، إذا جيت تهدي والدتك مو بشرط تعطيها عطر جديد، عطها العطر اللي يناسبها والله، لأن العطور تحديدا يبيلك تعطي الإنسان الشيء اللي يناسبه، مو بشرط أنك تجيب له شيء جديد. يا جماعة هذا الفانيليا اللي يحبونه أغلب خواتنا الغاليات، هادي، ناعم، حنية، كمية ما عاد أقدر أوصف أكثر من كذا. إيش مكونات؟ مشاعر عندك فياضة. أي والله اليوم مرة. هذا طال عمرك فانيليا ومسك، بس ترى هذا عطر نسائي، أنا أؤكد لك أنك ما تعطيه واحدة من خواتنا النساء إلا ويجوز له. فعلا هذا العطر أنا أتحدى واحدة من خواتنا الغاليات تقول ما جاز لي. خواتي الغاليات بالتحديد، وإخواني الغالين اللي يحبون العطور النسائية مثلي أنا، هل باقة تراها متفردة؟ كم سعرها أبو عبد الله؟ طال عمرك سعرها تقريبا حول 1000 ريال هذه الباقة، إذا حطيت كود غازي تصير 394 ريال. هذا السعر المبروك يعني يا بعد. ترى حنا أحيانا والله تصير التكلفة عندنا متجاوزة هذا المبلغ، أو يعني إن ما يصلح إن إحنا نحط هذا المبلغ ذا السعر، ولكن خلاص متفائلين فيه. يا ربي لك الحمد والشكر. طيب الباقة ذي اللي تشوفونها اللي سعرها لو قبل الإعلان بتروح تشتريها من أي فرع بتطلع عليك قرابة 1000، باستخدام كود غازي الآن لمدة 24 ساعة بتطلع ب 300، هذه 100,000. يا تفك الباكج ويجيك فيه 1000 ريال أغلى من سعر الباقة، كأنك يعني ما خسرت، كأنك ربحان، أو يجيك هذا الباكج المبروك. طبعا تجيك العطور اللي يجيك العطرين والله شوف أبو عبد الله، قسم بالله هذا الباكج أنه فعلا يستاهل كل الريال ينحط فيه، فما بالكم بيجي مجاني يا جماعة. بلقيس أنا أصنف من 5 عطور في دخون الإماراتية الأجمل بالنسبة لخواتي الغاليات، أحب هذا العطر بشكل ما تتخيلونه، لأن ريحته مبتكرة وشيء ملفت. أما هذا شيخ، شوفوا سعره كم، 445، من أغلى عطور دخون الإماراتية. هذا أعلننا عنه في زواج غازي، تعطر فيه على بشته غازي المطيري أبو تميم. أنا أذكر ذيك الأيام يوم كانوا الضيوف يجون في الزواج يقولون وش عطرك، لدرجة أن بعد الزواج أخذ العطر هذا مقطوع شهر قدام. شيخ هذا العطر مميز. خذ راحتك. الله يسعدك يا أبو عبد الله. الباقة ذي لا تفوتكم، باقة النصر. العربي الكبير نحييكم بتحيه، و7 رمضان رقم كريستيانو رونالدو، كل شيء اليوم اسطوري، يا رب لك الحمد والشكر. عشان كذا الحلقه دي اسطوريه، ها
الله يرزق المسلمين جميعا بالذرية الصالحة للمشاركة في الحلقة. عندك خيارين لثالث لهم، أما عن طريق هاشتاقنا في تويتر فوازير غازي الديابي 4 اللي الآن الأول على مستوى المملكة بأكثر من 200,000 تغريدة، أو من خلال تسجل بياناتك في الرابط اللي حطيناه من صلاة المغرب، تسجل مدينتك، اسمك، رقم جوالك. اليوم الحلقة استثنائية لأن راح نتصل مباشرة، ما في لا سؤال ولا هم يحزنون. كيف حالك وشلونك؟ مبارك البعض وتدخل معانا البوكس، وإذا دخلت معنا البوكس ترى في أي لحظة ممكن تفوز. لو ما فزت الحلقة الجاية اللي راح فيها نسحب على سيارتين ليكزس آخر موديل، بتفوز في الحلقة اللي بعدها. لو ما فزت في اللي بعدها بتفوز في اللي عقبها. اليوم عندنا ليكززين آخر موديل نبغى نسحب عليهم ونشوف تروح لمين. المرة الأولى راحت اللكزز للطائف، المرة الثانية راحت اللكزز للمدينة، المرة الثالثة راحت اللكزز للجبال، المرة الرابعة راحت اللكزز للدوادمي. اللكزز رقم 5 فين تبي تروح؟ خلونا نشوف. بس انت اضمن انك تدخل البوكس، تراك في اي لحظة ممكن تفوز. الاختيار وقع على عبد الرحمن رابح الحربي، مشارك من الحلقة الاولى وحنا اليوم الحلقة الرابعة، من اهل المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. عبد الرحمن رابح. عبد الرحمن وينك؟ كنك في طالع للبن. وش السيارة اللي رايحين عليها للبن؟ كم؟ وش السيارة اللي رايحين عليها صوب البن؟ والله هايلكس. موديل كم؟ 2011. طيب بما انك راعي ابن، ينفع يعني مجرد يعني تساؤل، يعني لا يروح فكرك بعيد، ينفع انك تروح للبل على لكزز؟ لا والله بعطيها ابوي. يعني لو جاك لكزز بتعطي ابوك؟ باذن الله. ليه؟ سيارة ابوك وش هي؟ والله شاص. بس لو هم لي جديد. شاص من القدام. ايه طيب. عشان يصدم الجزيرة. عشان وش؟ عشان الناقة اللي ما تسمع كلام يصدمها. يدق على العنقوبة. طيب يا عبد الرحمن، من متى تشارك معنا في الفوازير؟ من السنة؟ والله لي 5 سنين قبل 20. وين تشارك؟ والله وين اشارك؟ الحين وين رايح للرياضة يا رب اللي يدق علي. بالأمانة وانت رايح للبل قلت هالدعوة؟ اي والله. ياسف وش هالدعوة؟ اقول يا الله يا رب ان اكون من نصيبك وتشرفت اليوم. ما شاء الله. طيب يا عبد الرحمن، اجل انت محبوب عند الله، دعوتك مستجابة والف مبروك لك الزنز اخر بدايه. مبروك. الله يبارك فيك. بكره يا عبد الرحمن يا تجي خط يا تجي طيارة على مطار جدة، وتجي من جدة على الطائف تستلم اللكزس بعد صلاة المغرب موعدنا. بإذن الله يا مجد الخط ولا تجي الطيارة. وانت سمتها بالسيارة شفنا لها واحد ثاني. لا أنا بيها. ألف مبروك تستاهل. خلونا نفرح الناس كلهم. بناخذ المتصل الثاني. شغلونا القلب. مين يا ترى؟